اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده الاكل صحي، وانا عايزك تكتب على باب الثلاجه كده خلي يوم في الاسبوع اكل صحي، وليكن الحد مثلا. احنا بنعمل الحد من كل اسبوع، ممكن يكون عندك الاثنين الثلاث الاربع، مش لازم يوم الحد. ولكن هنعمل ايه النهارده؟ النهارده جه على بالي كده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. هنقول قرديحي؟ لا بالعكس، ده هنا القيمه الغذائيه العاليه جدا والماتيريال هنا غالي جدا. يكفي الجبنه القريش من الريف المصري والصعيد المصري من خيراته. هنعملها النهارده بوريك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. والبوريك له يعني افتكاسات كده في المطبخ، البعض بيحط له بيض، بيحط له خضره، بيحط له بصل اخضر، بيحط له كرات. تعالوا نشوف هنعمل الجبنه القريش النهارده بطريقه بسيطه وسهله. معايا قرع عسل النهارده، هعمله المافن، مافن القرع العسلي بالشوفان، صحي 100%. هنشوف نعمله مع بعض. والقرع العسلي طبعا قيمته الغذائيه العاليه، والشوفان احنا مش محتاجين نتكلم عنه. اما القرنبيط صديقي ده وصديق الريف المصري والصعيد المصري، عايز اعمله النهارده مسقعه. المسقعه دايما بتاخد لحمه مفرومه وتاخد توابل والحاجات، احنا عايز اعمل مسقعه النهارده هيلسي صحيه تاكل منها، واعملها صيامي. ايه رايكم؟ القرنبيط ده هيتشوي في الفرن بشويه زيت زيتون مع توابل، ونعمل صوص الطماطم ونخدم عليه. صح، هي دي المسقعه التركيبه بتاعتها، ولكن لها تفاصيل هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وده الطبق الصيامي بتاعي النهارده. استاذن حضراتكم، ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله، ومش هنقول كمان على قد الايد، لا، اكل صحي 100% ويوم هيلسي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا خط سير الحلقه هيبدا ازاي. بما ان لو شفناش لا فري لا لحمه ولا فراخ ولا سمك، هنقول الحلقه سهله. بالعكس، فيها شغل كتير قوي على فكره، وفيها خبره طهويه. هنبدا بالمسقعه، مسقعه القرنبيط بالطماطم، هنعملها النهارده هيلسي بطريقه صحيه وصيامي. طبق ده صيامي وصحي 100%. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. قرنبيط وصوص طماطم، بصل وتوم وشويه بهارات محترمين كده، مع الكمون بتاعنا اللطيف، وعايزها سبايس شويه بالفلفل الحار الاحمر والاخضر، والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اكتبيها ورايا او سجليها بالتليفون، ازاي اعمل طاجن قرنبيط مسقعه بطريقه بسيطه وسهله. ولكن المغازي كالعاده له تركايه وله كده طبعا معلومه غير معلومه، ان انا عايز القرنبيط ده يشرب الفليفر والطعم مش بس اشويه، فانا اعمل له خلطه كده طشه لطيفه من الكزبره والكمون والتوابل، واحطها عليه واقلبها وادخله الفرن يتشوي. احنا مع بعض كده خطوه خطوه. معلقتين من زيت الزيتون ونحطهم على النار، مش هحمره في الزيت، القرنبيط دايما بيقول لك طعمه حلو لما نحمره في الزيت وياخد الكفر بتاعه بيض او بقسماط او نشا ايا كان. دي معلقه زيت زيتون صغيره كده، بنحط فيها بصلايه ناعمه، فص توم حلو، وشويه البهارات الحلوين. القرنبيط له مشاكل يا شيف مغازي، مع ان بيعمل لنا انتفاخ، اللي معاه مشكله مع الكولون مش بياكل منه. ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. يعني القرنبيط والفول والبقوليات لهم مشاكل، يوم الكمون هنا وجوده عامل مهم جدا يعالج كل المشاكل ديت. بس احنا نستخدم الكمون صح. نستخدمه ازاي؟ الكمون لما بنحطه في طبق الفول وهو بيغلى على النار بيبقى مبرر الفول. بنحط الكمون على الطحينه وهي على النار بيتبرر الطحينه. نحط الكمون على السمك ويغلي في قلب السمك يبرر السمك. نحط الكمون في قلب الخلطه بتاعه القرنبيط يبرر القرنبيط. الكمون دايما يترش على الاكل بعد ما يطلع من النار عشان ناخد الفليفر والطعم بتاعه. بصلايه وتومه زي الفل كده، الطشه الحلوه دي كده، بحط عليها كزبره خضراء حلوه دي كده، الله، بحط عليها عود شبت حلو كده. وعلى فكره الشبت برضو بيطرد الغازات، فممكن نستخدمه بس بحرص شديد جدا لانه بيسرق الطعم، خلي بالك. كزبره خضراء، بصله، تومه على النار، زيت زيتون، ناخد شويه الشبت دول، خلص الكلام، نقلبهم كده مع الخلطه دي. الخلطه دي على فين يا عم الشيف؟ على القرنبيط، وهندخله الفرن دلوقتي يتشوي. حلو قوي. اكثف شويه زيت الزيتون. مسقعه القرنبيط بالطماطم،
مقاديرها على الشاشة شفناها، وانا عينيا وانا بقولها كمان اهوت، عشان انا عارف في حبايبي بيجوا ممكن متاخرين وملحقوش المقادير على الشاشه. معاك ارنبطايه حلوه بتشتريها من السوق بيكون لونها ابيض لطيف وحلو. الارنبيط يتغسل ازاي يا مغاز؟ الارنبيط يتغسل في ميه من الحنفيه، تنقعيه في الميه فتره طويله عشان تتخلصي من الاتربه والعوامل الجو، طبعا الارنبيط الكرنب الحاجات دي كلها. ادي الخلطه اللطيفه بتاعتي جاهزه زي الفل. معانا اتصال؟ طيب زي الفل. المقادير كمان على الشاشه، الله يكرمك. المقادير على الشاشه صوريها واكتبيها ورايا عشان الطبق ده صيامي وهيلسي. هنعمل كل يوم مع بعض طبق صيامي. الطاسه بتاعتي اهي زي الفل اللي انا هشوي فيها الارنبيط. باخد الخلطه اللي انا عملتها دي كده بسقطها على الارنبيط بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو زي الفل. نقلبه بايدينا كده. الارنبيط هنا مبسوط، شرب الكزبره الخضراء، التومه، زيت الزيتون، الموضوع اختلف. هتيجي تقولي لي دلوقتي افتكاسه بقى، يعني شوف بغاز ما كنا رشينا عليه الخضره دي كلها وشويناه ودخلناها، لا الموضوع يفرق. هنا البصلايه هنا مش نيه، البصلايه لو حطيتها على الارنبيط هيتن طعمها ني وترجع تاكلها في اكل الطبق تلاقيها مصننه كده وريحتها مش حلوه خالص. اهو شفت الارنبيط بالشكل ده كده، هنحطه هنا وهندخل الصينيه دي يا عم الشيف الفرن. اللهم صل على النبي. كده انا حضرت الارنبيط ان انا اعمله مسقعه وهربت من ان انا احمره في الفرن. حلو الكلام. شويه ميه سخنين كده نحط عليهم شويه ملح واقلبهم كده. وعلى فين يا شيف؟ هنا. يا ويلي يا ويلي، البخار اللي هيطلع ده بيساعد على تسويه الارنبيط. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم. خلصت المسقعه، هنجهز صوص الطماطم الحلو ونسبكه على النار. تبص على الحلاوه دي، تبص على خير الريف المصري والصعيد المصري. الارنبيط زوقناه ودلعناه في قلب الكاسرله، هنشويه في الفرن يطلع بعد الشوي نطبقه مسقعه. تعال نطلع يسمع الكلام، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل هنرجع لحاجه لطيفه وجميله المفروض ان احنا نعملها مباشره عشان نكسب وقتنا، مافن القرع العسلي، وهنعمله النهارده هيلسي بالشوفان لحبايبنا اللي عاملين اكل هيلسي، ولكن برضو نقدر نقول الاكل النهارده صحي 100% بنسبه 80% هو صحي. هناخد بعضينا نطلع فاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل طبق حلو ونقدر نقول طبق حادق، لان القرع العسلي طبعا بيشارك في الاثنين. نقدر نعمله القرع العسلي بالقشطه والكريمه، ممكن نعمله القرع العسلي باللحمه المفرومه حسب الرغبه. انا هعمله النهارده مافن بطريقه صحيه لطيفه وجميله. المقادير على الشاشه، مقادير المافن على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا قرع عسلي سبق سلقه، يعني سلقناه من قبل كده وما تسلقش جامد، تقريبا نص سوى، وماء السلق معانا. حلو الكلام، دي مهمه جدا. ومعانا الشوفان البودر الناعم المطحون، ومعانا شوفان حبيبات، معانا من الحليب قليل الدسامه نص كوب، معانا من الزيت ربع كوب، ومعانا بطين، ومعانا الفانيليا والبيكنج باودر. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام، مهم جدا طالما هنعمل حاجه زي كده الرخامه بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا بيكون جاهز وزي الفل. والبصل والثوم بعيد عن استخدامتنا. طماطم على النار بتاعه المسقعه بتاخد غلوه بالشكل ده كده، ونسيبها على النار نكسب وقتنا. حلو الكلام. معانا بطين هنا في مقادير المافن، حتى يذوب البيض سريعا بنحط عليه شويه سكر بس. خلاص كده بقى ان القرع العسلي مش عايز سكر، بس هما شويه كده عشان ايه طبعا يدوب معايا بسرعه. وبنخلط البيض مع السكر سريعا يدينا القوام اللي احنا عايزينه.
في حاله الخفقان بنحط شويه فانيليا. فانيليا بتشيل الزفاره بتاعه البيض، واحنا في ايام الشتاء يفضل انك انت تطلعي البيض من الثلاجه قبل استخدامه تقريبا بربع ساعه. ونحط شويه الحليب، ونقلبهم كده. عيار الزيت عندي معلقتين ثلاثة ربع كوب، مفيش مشكلة، بس وجود الزيت في المافن بيخلي المافناية ناعمة وهشة وطرية. بس خلاص كفاية. وموضوع الدهنيات في استخدامك ليها سواء في الكب كيك أو في الكيكة ده اختياري يعني. ما تنسيش إن القرع العسل هنا فيه سوائل. حلو قوي. معانا شوفان، الشوفان بتاعنا اللي هو الحبيبات دي موجوده اهي، في منه نوعين، هنمسك الاثنين في ايدينا عشان حضراتكم. اهو شوفان مطحن بقى ناعم بالشكل ده كده، اللي هو دي الشوفان، وفي الشوفان الحبيبات، الاثنين مع بعض اهو يا شباب، دي الاثنين مع بعض. هنحط ده هنا كده زي الفل، ونخلي شويه، ونحط نص الكميه دي كده معانا اهو زي الفل. هنقلبهم بمضرب؟ لا، بالاسباتيولا كده بنقلبه. ونستنى على الشوفان شويه يديني العضلات بتاعته ويديني القوام بتاعه، البيكنج باودر بتاعنا، ونقلب. الله، مافن الشوفان بالقرع العسلي. استاذ رحاب، ممكن نطلع بالمقادير كمان مره للساده المشاهدين رجاء خاص، علشان الطبق ده مهم جدا، والاطفال الحلوين الصغيرين اللي وزنهم زياده وهم لسه في مقتبل الحياه والسنين الاولى من عمرهم، يفضل طبعا ان احنا نعمل لهم يومين في الاسبوع اكل هيلسي، اكل هيلسي، وطبعا ما فيهوش دسامه. البيتزا نعملها من غير سمنه، من غير زيت، الحاجات دي كلها. نقلب كده ده. تاني، المقدار ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2 بيضه خفقناهم مع معلقتين من السكر، حطينا شوية فانيليا بالترتيب كده. بعد كده حطينا نص كوب من الحليب من السوبر ماركت، فيه حليب دسم وحليب الدسامة، وحطينا معلقتين من الزيت وقلبناهم مع بعض. نزلنا بالشوفان نوعين، البودر والحبيبات. والقوام يكون بنفس الشكل ده كده. باين على الشاشة اهو. بإيديكي كده هتعرفي القوام بتاعه. حلو الكلام. معانا قرع عسل. اللهم صل على النبي. نشيل ده كله من هنا. معانا عسل. العسل ده بعد ما بيطلع المافن من الفرن بنشربه العسل ده، ده عسل زهرة البرسيب من خير أرضنا. نجيب القوالب بتاعتنا الجميلة أهي. اللهم صل على النبي. هنعمل المافن إزاي وإحنا مع بعض؟ واحدة واحدة كده نجيب المعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقتين، يا إما نقلب القرع العسلي في قلب الخليط، ده في حالة لو أنا هعمله من غير شوفان. حلوة. وممكن على فكرة تعمليه بالفراولة، ممكن تعمليه بالبطاطا الحلوة. الصورة الحلوة يا فاروق. حلو. ممكن تعمليه بالكيوي، ممكن تعمليه بالتفاح تسلقيه نص سلقة. أنا بديك أفكار، خلي بالك أنا بديك الفكرة وأنت طبعا تبدعي فيها. حاجات لطيفة كده. وده مش لما أقول كلمة غير مكلفة، هي غير مكلفة يعني. الحاجات دي أعتقد هي موجودة عندك في المطبخ. القرع العسلي ده على طريق الصحراوي، احنا رايحين اسكندرية، رايحين كفر الشيخ، رايحين وجه بحري، الناس الطيبة بتبيعه بثلاثة تعريفة. هتجيبي واحدة تقطعيها وتقسميها وتستخدميها زي ما أنت عايزة، بمعلقة. ده أنا أعمل حاجة حلوة دلوقتي طلعت معايا يعني دلوقتي حالا. هيفضل معايا خليط، انا ممكن اعمل قالب بقى. استعجلش على رزقك، احنا مع بعض هنشوفه ان شاء الله، هنحطه في الفرن ونشوفه مع بعض. عينيا القرنبيط ده انا حطيته في الفرن ونسيته لانه لسه عايز تايم كتير يعني. وانا عايزك تبقي في المطبخ ترتبي وقتك كده ووقفتك في المطبخ، علشان ما توقفيش في المطبخ 3-4 ساعات وفي الاخر مفيش انتاج، ازعل قوي. لازم ترتبي وقفتك في المطبخ. يعني ايه؟ ايه الحاجه اللي بتاخد وقت كبير؟ ايه الحاجه اللي بتاخد وقت كبير في الفرن
اخش ادخلها الفرن واخلص منها. واقول لك على نصيحه بجد هتدعي لي، الفرن طالما مولع معاكي سواء كهرباء سواء غاز استفيدي بالنار بتاعته. عندك شويه بطاطا يشويهم في الفرن، وانت حاطه حاجه في ارضيه الفرن بس لو انت حاطه على الشبكه، حاطه في الارضيه حط على الشبكه والعكس يعني. عندك بصل يشوي لك خمس ست بصلات ويبقى بصل وعسل، ويطلع البصل ده سخن من الفرن تحط عليه وتقطعيه وتحط عليه معلقتين عسل، جوزك هيتنه يدعي لك طول العمر. حلو الكلام؟ عندك بطاطس تشوي بطاطس وتعملها سلطه لاولادك. انا عايزك تستغلي حراره الفرن والفرن جاهز ومولع، دي طبعا استهلاك كهرباء واستهلاك غاز، احنا بنسوي حاجه لتاني يوم مش مشكله، لازم ناكلها في نفس اليوم. الحاجات اللي بقولها دي ممكن ناكلها تاني يوم. حلو قوي السؤال ده يا فاروق، ما شاء الله، تعالى اشتغل مكاني بقى. حلو، انا ممكن اقول لك نستغنى مثلا عن حافظ، ما نقدرش نطلع من غير حافظ. نعم يا اخويا، خبره طهويه. المخرج الجميل بيقول لي نستخدم الشوفان بديل له، انا بعمل اكل هيلسي يبقى لازم شوفان، حطيت دقيق يبقى خلاص كده مبقاش هيلسي. خلي بالك. حبيبي يا فاروق. حلو، هناخد يا عم الشيف كل المقدار ده كده زي ما هو، ونروق على القوالب بتاعتي وندخلها الفرن، بس لازم الفرن هنا تبقى درجة حرارته 180 و200 مفيش مشكلة. عشان يطلع معايا على طول، ما يقعدش وقت كبير، خلي بالك. ممكن موز؟ لا، ممكن موز بديل القرع العسل. افتح يا سمسم، جيب لي بقى التفاصيل. معانا القرع العسلي، معانا الأردبيل في الفرن، هطلع دي من هنا عشان عايزها، هشتغل فيها دلوقتي. وناخد ده كده زي ما هو، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا. بص عليه كده، حابب تطلع فاصل انا جاهز، نكمل انا معاك. حلو، جيب لي ده، هو ده، هو ده. طيب، القرع العسلي عملناه مافن في الفرن مع الشوفان هيلسي 100%، معانا قرنبيط بيتشوف في الفرن، كل ده تمام. هنرجع بعد الفاصل هنعمل البوريك بالجبنه القريش من خير الريف المصري والصعيد المصري، ولكن الجبنه القريش هنا هتبقى سيده الموقف. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الأخيرة لعمل مسقعة الأرنبيط من غير لا لحمة ولا فراخ. الأرنبيط اتشوى، الكل كان بيقول لك الشيف المغازة حط الطشة ليه على الأرنبيط قبل ما يدخله الفرن؟ عشان في هنا محطة اسمها محطة الإبداع، الأرنبيط لغاية دلوقتي هو سلطة، ممكن نعمله سلطة أرنبيط بالطحينة تبقى جميلة. أرنبيط مشوي هتاخديه زي ما هو كده وتعمله صوص طحينة وتغرقيه فيه، يبقى أرنبيط مشوي بالطحينة. دي طريقة. الطريقة التانية زي ما هو كده سلطة، بتحط عليه شوية زيت زيتون وعصير ليمون، بقت سلطة الأرنبيط بزيت الزيتون وعصير الليمون. أفكار أنا بديها لك وأنت حرة بقى. حلو؟ مش لازم تعمليه مسقعة يعني. مش لازم تعمليه مقلب البيض والبقسماط كل يوم. ناخد صوص الطماطم المعتق ده. في زعتر. في روزماري. في توابل لطيفة وجميلة. من البهارات الملح والفلفل. الله، اهو طبعا ده لازم يخش الفرن دلوقتي. طريقه تانية بقى، عايزه تعمليه باللحمه المفرومه، هتجيبي شويه لحمه مفرومه مع الصاجين باين عندك من فطاير، باين عندك مثلا كنت بتعملي حشوات لمحشي ولا حاجه، وعندك شويه مفروم مفيش مشكله. ناخد بقيه الارنبيط كده نحطه على الوش. طعم الكزبره فيه، طعم التوابل بالشكل ده كده، رشة الكمون الجريئة اللي تعالج بشكل القولون. اللهم صل على النبي، تعالي زي ما هو كده. النظافة يا عم الشيف أول بأول في إيدك. حلو وهيلسي. صوص الطماطم الحلو ده كده، درجة حرارة الفرن عندي برضو زي ما هي، ده هيخش الفرن دلوقتي. بس خلونا ايه برضو
ندلعه كده، طرنش طماطم، شوية فلفل حار سبايسي زي الفل. نظافتك يا عم الشيف أول بأول. هنعمل ايه هنا بقى مع بعض؟ حاجة لطيفة كده واحنا واقفين مع بعض، صينية القرنبيط، بنحط العود الروزماري ده على الوش كده، معايا فلفل زي ده كده اهو، لأن الصواني أو الطواجن عشان تفتح الشهية هي بتبقى من جوه طعمها حلو، فلازم الطاجن يبقى ايه عليه جرنش كده اهو. والفلفل ده لما يتشوي دلوقتي هقول لك ايش حلو. معانا فلفل اصفر زي ده كده، الحاجات دي مطلوبه يعني اهو بالشكل ده كده. الله عليك يا عم الشيف، زي ما هي كده في درجه حراره الفرن عندي. نفتح نبص على الشوفان، نبص على المافن، هو ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا دي مكانها. بص على الشوفان، ايه الحلاوه دي؟ فين حبيبي حبيب هارتي؟ يلا قرنبيط مسقعه بتكنيك عالي من المطبخ الصحي، ومعانا شوفان بالقرع العسلي زي الفل. اقفل يا شيف، تعالوا مع بعض نعمل البوريك. هنعمله بالجبنه القريش من الريف المصري وخير الصعيد المصري الجميل. تعالوا نشوفوا تفاصيلها ومقاديرها على الشاشه. جبنه قريش، حلو الكلام، جبناها من الست الطيبه اللي بتبيعها، بتبيع بقى الكسكسي وبتبيع الجبنه القريش والبيض البلدي والحاجات اللطيفه، وهي اللي بتنادي عليكي بتقول لك صباح الخير يا ست الكل، وتنزل بالعربيه بتتمشي تاخدي منها الجبنه القريش. حلو، ومعانا دقيق، ومعانا خميره في المقادير العجينه بتاعتي، ومعلقه بيكنج باودر عشان تبقى العجينه هشه، ومعانا حبه البركه وسمسم وزعتر، كل ده موجود معانا. وفي المقادير طبعا بطين عشان تمسك قوام الجبنه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. العجينه جاهزه معايا اهي اختصارا للوقت زي الفل. نصيحه مني بقى، طالما عجنت عجينه حلوه بناخدها على طول نشتغل فيها زي ما هي كده اهي. اللهم صل على النبي، شكلها كبير واحنا عايزين نعمل واحده، وهنشوف ازاي نعمل اسهل بوريك واحنا بنعمله. هناخدها كده ودي كفايه، ونفرطها مع بعض بالنشابه بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل شكل مستطيل دلوقتي ونعمل منه كذا واحده من البوريك. شويه الدقيق بتوعنا، شفت انا عامل ايه دلوقتي؟ كل حاجه في الفرن، القرنبيط في الفرن، المافن بتاعي في الفرن، وانا شغاله. بس عايز اوصلك ازاي تعملي البوريك بطريقه سهله وبسيطه. نفرد دي كده على شكل مستطيل، اللهم صل على النبي اهو. البوريك دايما بتبقى عجينته هشه وعجينه سميكه شويه، خلي بالك، ولكن العجينه بتبقى شربانه من الحشوه بتاعه البوريك، سواء اللحمه مفرومه سواء جبنه قريش. عايز شكل مستطيل انا، كأنها اعمل مثلا سينابون. كفايه كده، حلو. انا اقطع الشكل ده، وتعلمت من الشيف المغازي اريح العجينه قبل ما اقطعها او اشتغل فيها. يعني اريح العجينه يعني اخدها من على الرخامه او من على البلانشه وارجعها تاني بسكينه صغيره. اللهم صل على النبي، ونقطع كده ونيجي هنا، بنسرق شكل مستطيل بالعجينه اللي احنا فردناها وهي اطوال المستطيل، ضلعين بيبقوا شبه بعض واتنين تانيين شبه بعض. قول لي المستطيل بيساوي ايه يا جفاروق؟ الطول في العرض؟ حبيبي ايه يا حافظ؟ ده مربع، ده مستطيل اهو. المربع بتبقى الاضلاع كلها شبه بعضيها، اتعلمت كده انا. انت اتغلطت هتبوظ المدارس ليه بقى؟ قول لي. تعالوا مع بعض نعمل الحشوه بتاعتنا، الجبنه القريش
تسمع بقى على السوشيال ميديا الشيف المغازي ما هوش عارف الحساب، ما هوش عارف الضلع بتاع المستطيل. الجبنه القريشه اهي حلو بتاعتنا زي ما هي كده بحبه البركه، حلو الكلام. هنحط عليها البيض بتاعنا ده كده، هناخد منه شويه لوش البوريك وشويه مع البيض مع الجبنه القريشه. كفايه حلو، ونقلب ده كده. دي الجبنه القريش بتاعتنا اهي مع البيض مع شويه بقدونس حلوين. حلو، مش هنحط ملح، نحط شويه كمون. انا بحب دايما الجبنه القريش معاها كمون بصراحه يعني بالشكل ده كده. ما تحطش ملح، ما انصحكيش. ونقلب الجبنه القريش مع البيض مع البقدونس. عندك عروق بصل اخضر حطيها، مش موجود معانا النهارده. عندك شويه كرات بتاع الطعميه وبتاع الفلافل حطيها. ناخد الخليط ده كده زي ما هو. الله عليك، ده البوريك، ونشيل كل ده من هنا زي الفل. والنظافه يا عم الشيف اول باول، كوني حريصه ان مطبخك يكون نظيف. فجاه لقيت الباب بيخبط، حماتك لقيتيها في قلب المطبخ، تاخد انطباع عنك ان مطبخك نظيف. هنفرد الحشوه دي مع بعض كده، كده بشكل مستطيل برضو. حلو الكلام. نعم يا غالي، اللهم صل على النبي. ونفس القصة، وننزل على عجينة بالراحة كده. حلو، معانا السكينة بتاعتنا، ونقطع كده ونقطع كده ونقطع كده ونقطع كده. بوريك عملنا كام واحدة؟ عدهم معايا كده يا فاروق. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. الله عليك شاطر. 8 دول هنخبزهم ازاي؟ الشيف المغازي عنده مدرسة كده في خبز المعجونات أو المعجنات باللغة العربية. معايا الصينية على النار على عين البوتاجاز. إيه الأخبار؟ إيه الجمال ده؟ حلو أوي. المافن بتاعنا قدامه وقت شوية، حلو. معانا الصينية، يا نعم. تفتح الفرن؟ حاضر عينيا أهو. معانا الصينية بتاعتنا على النار. عايز أكسب وقت. أعمل إيه؟ باخد الصينية دي كده بالراحة كده وأشيل دي نحطها علشان الصينية سخنة. أقفل الفرن؟ الله، إيه الصورة الحلوة دي؟ الصورة الحلوة من قلب الفرن تتحدث عن نفسها. القرنبيط اطلعه هو جاهز، وعندنا المافن كمان عايز شويه وقت. خلينا نطلع القرنبيط كده نبص عليه وانا شغال في البوريك بتاعنا. الفلفل طبعا الالوان الجميل، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ممكن يقعد في الفرن شويه كمان، ممكن حسب الرغبه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنخبز البوريك بتاعنا. الصينيه دي هناخدها سخنه، خلي بالك هتحط العجينه فيها وهي سخنه زي ما هي كده اهي، ونحط في ارضيتها شويه زيت زيتون. طريقه حلوه كده انك تطلع المعجنات بتاعتك بسرعه، زيت زيتون اهو. حلو، عندنا حبه البركه
والسمسم ممكن نحطهم على المعجنات بتاعتنا، بمساعدة بيضة مخفوقة معاها قليل من الحليب، رشة فلفل اسود حلو عشان مشاكل الزفارة بتاعة البيض. عايزة تحط حبة البركة معاكي، عايزة تحط سمسم معاكي، اه بس عشان حبة البركة والسمسم تمسك على المعجنات تعملي ايه؟ تناها كده من غير الكفر اللي هو البيض والحليب على وش المعجنات، مش هيخبز معاكي ولا حبة البركة ولا السمسم، هتلاقيها نزلت من على العجين، خلي بالك. اه بوريك بطريقة سريعة وسهلة، عملنا شكل مستطيل وقطعناه على 8 قطع بالشكل ده كده اهو من الأطراف زي الفل. عايزاها بحبة البركة؟ أهلا وسهلا، شوية نصها مثلا بحبة البركة، اه بوريك بحبة البركة. عايزاها بالسمسم؟ أهلا وسهلا، زق عيني حاضر ولا اسمع كلامك احط لك زق وزعتر، ده اختياري بقى. اه شفت الالوان الحلوه دي؟ اه عايزه الاثنين مع بعض، حطي حبه البركه وسمسم المعجنات بتاعتنا، نروق الدنيا دي كده وتعالوا نرفعها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اللهم صل على النبي. الله، اه مكانها هنا، حلوه زي ما قلت لحضراتكم. الصينيه لما تكون سخنه بتساعد ان الفطيره تطلع بسرعه من النار، اه بالشكل ده كده نفس الطريقه، نفس الطريقه مكانها، كل حاجه مكانها. اه درجه حراره الفرن عندي 180، اه والصينيه سخنه، خلي بالك اللي بخبز فيها دلوقتي. اه نقطع دي كده، يلا شوف انا حطيتها في الصينيه ازاي. اه اللي هتقول لك ان هي هتمسك في العجينه خالص، باقي عندنا ضلع، ضلع من المستطيل ناقص. اه يا دلعك يا شيف، وتعالى يا عم الشيف زي ما هي كده هندخلها الفرن. اه اللهم صل على النبي، نطلع المافن بتاعنا وندخل الصينيه الحلوه بتاعتنا، بس نوسع العجينه كده ونشيل كل ده. جيب لي المافن من الفرن يا فاروق قبل ما اشيله علشان شكله حلو وهو في الفرن. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ واديني فرصه اروع الرخامه بتاعتي على الكاونتر بتاعي. الله عليك، استوى ان شاء الله، هنشوفه دلوقتي مع بعض. اصبر على رزقك. يقول لي المافن لحق يستوي؟ يا راجل يا طيب. اه ندخل البوريك بتاعنا الجميل الحلو مكانه هنا. جيب لي البوريك وهو في الفرن بقى، جيب لي اللحظات الجميله. بوريك بحشوه من خير الريف المصري والصعيد المصري، جبنه قريش ضفنا عليها بيض، ضفنا عليها شويه بقدونس حلوين، حطيناها في الفرن زي الفرن. تعالوا مع بعض اخبار المافن ايه، استوى تغرفوا مع بعض. ولكن في تفاصيل في الحلقه النهارده، مفيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. الشيف المغذي كان حريص على ان هو يعمل المطبخ النهارده هيلسي بطريقه صحيه. عملنا المافن بتاعنا بالقرع العسلي، مقاديره بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن نحط في الاعتبار انك بتعملي اكل بنسبه 50 ل 60 ل 70% هيلسي. هنغرف المافن مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك يا مغذي. خلي بالك سخن، ده المفروض ما يتشالش من القوالب وهو سخن. جماعه البكريه يقولوا الكلام ده، كحك، غريبه، كب كيك، كيكه، بتستنى عليها لما تهدى شويه ان هي تطلع من قلب القوالب كده والشكل ده كده، بتقول لك ان انا استويت. انا عارف ان انت يهمك التفاصيل دي. اه نشربه عسل اختياري، نحط عليه سكر بودر اختياري. اه مافن القرع العسلي، الله، بالشوفان. كم واحده دول؟
دول 12 حبايب كلها تاكل والجيران. راح لحماتك بقى خدي لها 2-3. راح لماما حبيبة قلبك خدي لها 2-3. راح تزوري صاحبتك بدل ما تاخدي قالب جاتوه 300-400 جنيه ويقول لك بعد الساعة 12 في تخفيض. ليه الكلام ده كله؟ بتعملي الحاجة دي في البيت يا حاج؟ حلو الكلام؟ اه زي الفل. انا جاي على بالي اسقي عسل الناس. العسل اهو فين العسل؟ اهو زي الفل. جيب لي اللحظات الجميله كده والعسل نازل على الكب كيك. ايه الدلع ده؟ ايه الجمال ده؟ هو ده اهو. ده في كل العناصر الغذائيه. القرع العسلي مش محتاجين نتكلم عنه، مفيد جدا. الشوفان موجود على باب كل صيدليه دكتور تغذيه. شوفان شوفان شوفان. المكونات بتاعتنا لطيفه. العسل النحل هنا بيختمها زي الفل. ولازم العسل ينزل على الكب كيك وهو سخن. مطبخنا النهارده صحي، نقدر نقول بنسبه كام؟ بنسبه 80% النهارده بالذات، لان مش شايف قدامي لا صدر فرخه ولا حته لحمه هبره ولا سمك. السمك هيلث برضو يعني. عملنا صينيه قرنبيط لطيفه جميله، عملناها مسقعه، عملنا الكب كيك بالقرع العسلي لطيف وجميل بالشكل ده كده، وعندنا في الفرن كمان البوريك بتاعنا. لو في وقت هنشوفه مع بعض ان شاء الله. نبص عليه كده. اه ايه التركايه هنا يا مغازي؟ ان انا البوريك سخنت الصينيه، حطيته في الصينيه وهي سخنه بشويه زيت زيتون، فالعجينه بتاخد البصمه من تحت وتتحمر، بيبقى لها كده كريسبي لطيف وجميل وبياخد وش معانا. اه نطلعه ولا نخليه يا شباب زي ما انتوا حابين؟ احنا معانا وقت باشا. حلو تمام زي الفل. الطبق السلطه الخضراء هنا على السفره بتاعتي مهم جدا. انا عايز اتكلم عن اطباق السلطات اللي في الشتاء، علشان الشتاء دايما يقول لك شوربه، ونبعد عن الخضروات. الشوربه يا اخوانا اي نعم في الشتاء مطلوبه، لانها طبعا بتدي طاقه ودفء وكل حاجه، وشرب كتيره، شوربه البصل، شوربه الطماطم، شوربه العدس بتاعتنا اللي بتتكلم مصري، كل انواع الشرب. ولكن الخضروات في الشتاء من نعم ربنا علينا ومنظم الكون للخالق ان هو بيخلق كمان الخضروات في الشتاء بجمال والوانها الطبيعيه فنستغلها. فما نركزش على الشرب بس، نركز على الخضروات. عندك الجرجير يا سلام في عز رونقه جايب معانا على الشاشه، معانا الخس البلدي بتاعنا، معانا البصل الاخضر، معانا الخيار. كل يوم تعملي طبق سلطه مختلف. السلطات الخضراء بالذات بتفيد القولون، بتعالج مشاكل الامساك، بدل ما تروح على الصيدليه تجيب ادويه، والادويه على قد نوافعها في لها اضرارها، زي ما لها منافع يعني. الدواء دايما معروف زي ما بيديك يعالج المشكله في له اضرار، فنبعد عن الحاجات دي كلها ونعالج نفسنا من خير ارضنا. عندنا الخضروات الخس، عندنا الجرجير، عندنا البصل الاخضر، عندنا الخيار، عندنا الكرنب بالوانه، كل ده يخش في اطباق السلطه. انا بعمل كل يوم طبق سلطه مختلف، ولكن مش بتكلم عنه لان عشان ما نضيعش وقت الحلقه. السلطه الخضراء بتاعت النهارده عباره عن خيار وطماطم وجرجير، قطعناهم كلهم مع بعضهم. الدرسنج بتاعها والصوص بتاعها والصلصه بتاعتها عباره عن زيت زيتون، عصره ليمون حلوه، شويه كمون، شويه فلفل زي ما انت حابه، وبتقلبيها مع بعضيها واحنا قاعدين على السفره مع بعض كده، وتسمي بسم الله. ده مهم جدا. عايزه تعملي سلطه الجرجير لوحدها، بتجيب الجرجير تقطعيه، تحط عليه شويه سماق، شويه زيت زيتون كده. رحت على بيروت، سلطه مشهوره جدا هناك، سلطه الجرجير بالسماق. عندك الهندبه اللي هو السريس من خير ارضنا، ده تعظيم سلام له. ده بنجيبه طبعا وبنقطعه وبنحط عليه زيت زيتون، معلقه خل زي ما تحبه، وبنقلبه جامد. بتلاقي الهندبه شكلها بيلمع ولطيف، الف هنا وشفا، وقلل الملح منها تبقى لطيفه وجميله. او تعملها على النار زي السبانخ بتبقى لطيفه. السبانخ برضو في موسم الشتاء تتاكل نيه، بتبقى لطيفه وجميله. بصراحه انا اروح اجي على الخضار، ولكن بشد انتباهي المافن اللي انا عامله بالقرع العسلي. شايف التفاصيل بتاعه القرع العسلي مع الشوفان؟ عايز تفتح واحده تدفع كام؟ عيني حاضر افتح لك واحده. مخرج بقى عايز يشوف هي استوت ولا ما استوتش، وانا بحترم فيه ده طبعا. نجيب لك طبق حلو كده اهو. الاطباق اهي، عايز اشوف واحده من جوه. انا عارف انت عايز تشوف البيت سليم لسه ولا ايه الحكايه. اريك انا. ها بسم الله الرحمن الرحيم، ما تكسفنيش يا مافن دي. ناخد اي واحده اللي قدامي، اللي قدامي على طول. افتح افتح يلا. مين معانا؟ هو ده
الجمال ده يا شيف؟ ايه التفاصيل دي يا شيف؟ لا عسل على عسل بيساوي ايه؟ عسل اهو. شفت الجمال؟ شفت القرمشه بتاعه الشوفان؟ شايفه فاتحه ازاي؟ هو ده الف هنا وشيف اللي ياكل اهو. مافن بالشوفان او مافن بالقرع العسلي، تفاصيل اهي. اروح بقى فين؟ اهي حلو اهي. الامانه واحده كمان. حاضر يا فندم. حاضر واحده كمان دي تنفع اهي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هي سليمه اهي، اول ما تفتح معاك بالسهوله دي كده اعرف ان هي خدت سواقه اهي. شفت الجو اهو ده اهو، المافن مستوي، الشوفان القرع العسل جواها، الف هنا وشفا. دي على فين؟ اكلك منين يا بطه؟ حلو اهي. اكل عادي تسمح لي يعني؟ حاضر. داوبني دوب والله العظيم طعمها رهيب، والعسل النحل مع القرع العسلي ده حاجه يعني، ايه الكرم ده؟ حلو قوي. تعالوا نشوفه مع بعض. انا عايز اطلع الله الله البوريك بتاعي، هتحطه على الشبكه بتاعه الفرن ياخد لون. انا بس حبيت اعمل طريقه سهله النهارده. هو كده بص، عشان برضو المصداقيه احنا نشوفه مع بعض كده زي الفل. ده البوريك بتاعنا عملناه بحبه البركه بالسمسم، ولكن التركايه ان انا حطيته في صينيه سخنه. لو احنا نقلبها دلوقتي لا من تحت كريسبي، انا عايزه بس ياخد وش والعجينه بتاعته متخمره وزي الفل. عملناه بالسمسم وعملناه بالزعتر، والحشوه بتاعتنا جبنه قريش. انا بحب دايما البوريك بالجبنه بصراحه افضل حاجه. حلقه النهارده صحيه 100%، والصحه تاج على رسل الصحاء، والوقايه خير من العلاج، ولكن تكتبي على باب الثلاجه يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي من نفس مطبخك. ما نقعدش بقى نجهد نفسنا في المشتريات، وده موجود وده مش موجود. انا حبيت النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، وقدرت ان انا اعمل سفره بتناسب الكبار والصغار والاطفال الحلوين لما يلاقوا الحاجه الحلوه دي، والبوريك بتاعنا والارنبيط طبعا لكل الامهات والرجاله بالف هنا وشفا. السلطه الخضراء هي طبعا سيده السفره بتاعتي. يعني نقول مع بعض رؤيه وفن وابداع وكمان اكل صحي. نشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.